خضع الفنان مصطفى فهمي خلال الأيام الماضية لعملية جراحية دقيقة في المخ، وغادر مستشفى نيورو استباليا المتخصصة بجراحة المخ والأعصاب بعد استقرار حالته الصحية. وعلم القاهرة 24 أن الفنان مصطفى فهمي خضع لعملية جراحية دقيقة بالمخ لاستئصال ورم سرطاني، وسيكمل بروتوكول العلاج بمنزله خلال الفترة المقبلة. ربنا يشفيه ويقومه بالسلامة، وتعالوا نشوف أسرار أعتقد ما تعرفهاش عن زيجاته وزيجات حسين فهمي. هو عنده مصطفى فهمي دلوقتي 81 سنة، وحسين فهمي 84 سنة، ربنا يديهم الصحة. كانت الزوجة الأولى للفنان مصطفى فهمي الإيطالية ماريا باتريشيا التي أنجب منها ولدين، هما عمر مواليد عام 84 هيبلغ 30 عاما ويعمل في بنك في سويسرا حوالي 26 سنة، وتحضر للدراسات العليا في إيطاليا في سيكولوجية الأطفال. ولم يعمل أي منهما في المجال الفني، واستمر زواجهما لمدة 26 سنة حتى انتهى بالطلاق في عام 92. دي باتريشيا اللي هي أول زوجة لمصطفى فهمي وعياله منها، وهنا ده عمر بعد ما كبر ابن مصطفى فهمي مع ابنة عمه منة حسين فهمي. وعن طريقة اتصاله بهما قال مصطفى فهمي: أسافر إليهما في أجازاتي ويأتيان إلى مصر لتمضية أجازتهما معي، ونتواصل دائما عبر الهاتف والإنترنت. وقال مصطفى فهمي عن سبب اختياره لزوجة إيطالية في بداية حياته: في رأيي لا يوجد فرق بين المرأة الأجنبية أو المصرية، فالمرأة هي المرأة أيا كانت جنسيتها، إذا أرادت أن تسعد الرجل فسوف تسعده، وإذا أرادت ألا تسعده فلن تفعل، فالتكوين واحد والاختلاف يكون في أمور بسيطة جدا. وأضاف: لذا فإن اختياري لزوجة أجنبية في بداية حياتي لا يتعلق بكونها أجنبية، إنما بتقارب المستوى الفكري والاجتماعي، وهو ما أعتبره أمرا مهما جدا. ووصف تجربة زواجه قائلا: تجربة ناجحة طبعا، بدليل أنها استمرت 26 سنة عشنا فيها متفقين في أمور كثيرة جدا، خاصة فيما يتعلق بتربية الأولاد، ونتبنى نفس وجهة النظر ونفس التفكير، واختلافاتنا كانت بسيطة جدا، وكان مستوانا الفكري متجانسا، إلا أن هناك ظروف طرأت بعد فترة وأدت إلى اختلافات ومنها للانفصال. ده عمر مع منة بنت حسين فهمي. ثم فاجأ الفنان مصطفى فهمي الوسط الفني في أواخر عام 2007 بإعلان نبأ زواجه بالفنانة رانيا فريد شوقي، وبذلك أصبحت رانيا فريد شوقي بالنسبة له الزوجة الثانية. ممثلة المعروفة طبعا رانيا فريد شوقي كانت الزوجة الثانية لمصطفى فهمي. دي صور جميلة ليهم مع بعض. وقد استعرضت الفنانة رانيا فريد شوقي الأسباب التي أدت لطلاقها من الفنان مصطفى فهمي، ملمحة إلى أنها لم تكن سببا في هذا الطلاق ولم تريده من الأساس. فلقد أوضحت رانيا أن مصطفى فهمي شخص مرتب ومنظم ويعرف كيف يقسم وقته، وهي عكس ذلك تماما، حيث تجد صعوبة في تنظيم وقتها ما بين عملها ومنزلها. إلا أنه بدأ واضحا أنها لا تريد الطلاق، وبأن مصطفى فهمي هو الذي يسعى لذلك، حيث قالت في تصريحاتها للإعلامية لميس الحديد ضمن برنامج كرسي في الكلوب: لست أنا من رمى الكرسي في الكلوب. وذكرت بأنها حظها سيء خاصة في الزواج، لأن هذا هو طلاقها الثاني، وقد تم الانفصال بينهما في عام 2012. وفي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 37 كان الظهور الأول للفنان مصطفى فهمي مع زوجته الثالثة التي خطفت الأنصار اللي هي فاتن موسى، حيث نال فستانها الأحمر إعجاب الحضور، كما أشاد الجميع بجمال وجاذبية زوجة الفنان مصطفى فهمي في أول ظهور إعلامي لها. هنا مع فاتن موسى، ربنا يخليهم لبعض، زواجهم مستمر حتى الآن، ونشرت له رسالة رومانسية اليوم. دول مين بقى اللي مع حسين فهمي؟ هل تتخيلوا أن ده ابنه وبنته من زوجته الأولى؟
الفتاة الجميلة والشاب الوسيم اللذان مع النجم حسين فهمي هما ابنيه نائلة ومحمود من زوجته الأولى نادية محرم، فبرأيكم هل يشبهونه؟ وليكم صورة نادرة لوالده فهمي باشا وأخرى مع ابنته نائلة وزوجته الأولى نادية محرم. ده والد مصطفى فهمي وحسين فهمي باشا، وهنا مع حسين فهمي مع زوجته الأولى وبنته نائلة، ودي صور نادرة ليهم مع بعض. وهنا الشقيقين الوسيمين البرنسات بتوع السينما المصرية، وهنا نائلة ومحمود عيال حسين فهمي. انفصل الفنان حسين فهمي عن زوجته سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي بعد زواج دام سنتين حسبما نقلت صحيفة النهار اللبنانية عن مصادر مطلعة. دي رنا القصيبي الزوجة الأخيرة لحسين فهمي، تم الطلاق بينهم للأسف. وأشارت الصحيفة إلى أن الطلاق بينهما تم بهدوء وبالسرية مطلقة مع حرصهما على إبقاء الصداقة والود والاحترام بينهما. حسين فهمي مولود 22 مارس 1940، ممثل مصري من أصول شركسية. عن حياته، ولد في القاهرة وتخرج من المعهد العالي للسينما، يعني داخل على 79 سنة تقريبا. عام 1963 درس الإخراج بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد أن عاد اكتشفه حسن الإمام كممثل، فأرجى مشروع الإخراج كي يعمل ممثلا بين السينما والمسرح والتلفاز. ومن مسرحياته انقلاب، أهلا يا بكوات، إمبراطور عماد الدين، سحلب، كعب عالي، ومن أعماله التلفازية ألف ليلة وليلة والمال والبنون. ولقد تزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ثم من الفنانة ميرفت أمين التي أنجب منها بنت واحدة، وتولى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ابتداء من عام 98 حتى عام 2000، وحصل على جوائز أحسن ممثل عن أفلامه دمي ودموعي وابتساماتي، الإخوة الأعداء، الرصاصة لا تزال في جيبي، انتبهوا أيها السادة، وجائزة أحسن بحث سينمائي عن علاقة المخرج بالممثل في مهرجان النيلين عام 83، ولهم الأولاد محمود ونيرة ومنة طلة. ولقد استطاع أن يكون الفتى الوسيم الذهبي الشعر في الكثير من أفلامه الأولى، ثم أثبت أنه ممثل موهوب من الدرجة الأولى في أفلام من طراز الإخوة الأعداء والعار، وانتبهوا أيها السادة، وكان في أحسن حالاته في اللعب مع الكبار، ثم صار أكثر نضجا مع السن والخبرة. تزوج 6 مرات، منها نادية محرم، وأنجب منها أولاده محمود ونائلة، والممثلة ميرفت أمين بالفترة من 74 حتى 1986، وأنجب منها ابنتهما منة طلة، دي نادية محرم، وبنتهما نائلة، وهنا ميرفت أمين ممثلة قديرة معروفة طبعا، دي منة طلة مع ميرفت أمين والدتها، ودي صورة نادرة حسين فهمي مع ميرفت أمين، ده من أحد أعمالهم، صورة جميلة. وهنا شريف رمزي أول زوج لمنة طلة. بعد ذلك تزوج حسين فهمي من الممثلة لقاء سويدان، وتم الزواج في ديسمبر 2007 حتى الطلاق 2012. دي لقاء سويدان، ممثلة معروفة برضو. ثم تزوج في أكتوبر 2013 من سيدة سعودية الجنسية سارية، وصرح بعد شهرين من الزواج أن اسمها رنا القصيبي، وهي كفيفة والوريثة الوحيدة لوالدها بعد وفاة شقيقتها. دي رنا القصيبي آخر زوجة لحسين فهمي. في حلقة سابقة لحسين فهمي مع أبلة فهيتة، قال إن هو ليس من هواة سرقة الأشياء من الفنادق، واعترف خلال الفقرة أنه كان يحب الفنانة نجلاء فتحي، ولكن ما كانش ينفع، في إشارة لأنها كانت متجوزة، كما قام بتقليد ضحكة الفنانة نبيلة عبيد كعقاب، بدلا من أن يقول من هي الفنانة التي لم توفق في عمليات التجميل.
خطف النجم حسين فهمي العنزار من ثنائيات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في حفل افتتاح الدورة 41 بعدما ظهر للمرة الأولى برفقة زوجته السابعة رغم عدم إعلانه سابقا عن زواجه، ولم يسمح فهمي لوسائل الإعلام بالتواصل مع زوجته واكتفى بالتصوير الرسمي على السجادة الحمراء، ودخل بعدها قاعة الافتتاح مسرعا وجلس برفقتها في الصف الأول باعتباره الرئيس السابق للمهرجان. وهنشوف دلوقتي فيديو ليه معاها، والافتتاح بتاع المهرجان ده هو كان امبارح 20/11/2019، وبعد كده هنشوف زوجاته وزوجات مصطفى أخوه وأسرار تانية. لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.